السلام عليكم. اول حاجه هنبتدي نتكلم عنها النهارده ان شاء الله، اللي هو ازاي نقرر انهي نوع من الكاميرات اللي هنشتريه، بغض النظر عن الماركات الكتير، الكانون، نيكون، سوني، فوجي، ايا كان الماركات الكتيره اللي موجوده، في انواع معينه من الكاميرات ثابته. الاول لازم نقرر او ممكن نقرر هنختار انهي نوع من دول واحنا لسه بنفكر هنشتري انهي كاميرا. اول نوع طبعا المعروف المشهور اللي هي الكومباكت كاميرا، اللي هي المعروفه الناس كلها كانت بتجيبها زمان، هي ديت ابتدت تنقرض دلوقتي لان الموبايلات ابتدت تاخد مكانها. دي ميزتها انها صغيره وخفيفه وتقدر تحط في الجيب، تقدر تحط في الشنطه، وبتبقى سهله قوي في الاستخدام. النوع الثاني بعد كده احنا عندنا فيه اللي هي الكاميرات البريدج، ديت في ناس بتسميها سيمي بروفيشنال، انا ضد التسميه ديت لان في منها موديلات بتبقى فيها كل الفيتشرز بتاعت الكاميرات البروفيشنال. الميزه المعروفه بيها او الناس كلها بتميزها ان هي اللينس بتاعتها بتبقى فيكست جوه البادي، العدسه بتاعتها ما بتتفكش وتتركب. ثالث نوع وده الاشهر اللي الناس كلها بتعتبره او بتسميه الكاميرات البروفيشنال، ودي برضو حاجه غلط، اللي هي الدي اس ال ار، ديت اختصار ديجيتال سنجل لينس ريفلكتور كاميرا. دي في منها موديلات ادفانسد وقويه جدا، وفي منها موديلات بتبقى بالعكس ضعيفه جدا وانتري ليفل. رابع نوع هو للاسف مش موجود معانا دلوقتي، اللي هي اللي اسمها الميرورلس، ممكن تشوفوا شايفين صوره ليها دلوقتي قدامكم على الشاشه. ديت بتبقى حجمها لو خدنا بالتقريب بيبقى تقريبا بيبقى حاجه زي كده اهوت. ديت بيبقى حجمها البادي حجمه صغير زي الكاميرا الكومباكت، وفي في نفس الوقت عدسات بتتفك وتتركب. النوع الخامس ودوت حاجه طالعه جديد اللي هي بيسموها الاكشن كاميراز، ديت بتبقى كاميرا بتبقى مينلي بتعتمد السكرين، في بعض الموديلات منها بيبقى فيها سكرين صغيره، وفي موديلات كتير دلوقتي ما فيهاش سكرين، بتعتمد ان هي الصوره اللي فيها بتقدر تشوفها على الموبايل او تقدر تشوفها على اللابتوب دايركت. طبعا اشهر حاجه منها الجو برو اللي هي بتستخدم في الاكشن والحركه والنط والغوص والكلام ده. في على فكره موديلات كتير قوي غير الجو برو، في حاجات للسوني، في براندات كتير قوي طالعه دلوقتي بنفس الكونسبت. انا دلوقتي عاوز اشتري كاميرا، اختار انهي واحده من دول؟ اللي يقرر دوت انت عاوز تشتري الكاميرا ليه، انت عاوز تصور بيها ايه. يعني مثلا كمثال لو واحد عاوز يصور مجرد ان هو عاوز يصور صور فاميلي، صور عائليه، حاجات كده هوت وخلاص، هات كاميرا كومباكت او هات كاميرا بريدج صغيره، ما تجيبش كاميرا دي اس ال ار وتحتاس بالعدسات تقعد تغير وتركب فيها. لو واحد طالع رحله سفاري او دايفنج او حاجه زي كده، اختار مثلا كاميرا من الكاميرات الاكشن. فاللي يقرر انهي نوع من انواع الكاميرات ديت انت عاوز تصور بيها ايه، تمام؟ ده كبدايه. بعد ما نقرر احنا هنختار انهي نوع من الانواع ديت، في المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نتكلم على الحاجات الرئيسيه اللي جوه الكاميرات ديت عشان برضو نقرر بقى انهي موديل من انهي نوع من الكاميرات ديت اللي هنشتري ان شاء الله. مستنيين اسئلتكم واستفساراتكم، سواء في الكومنتات في اي مكان، او ابعتوا لنا على الصفحه، او ابعتوا دايركت على اليوتيوب، ونشوفكم مرة جاية إن شاء الله. شكراً.